بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداول. وكالعادة نبدأ المحاضرة بسؤال: لماذا نسبة الرابحين في التداول من 5 إلى 10% فقط لا غير؟ والسؤال بعبارة أخرى: ما السبب الذي يجعل كثير من المتداولين يستمرون في عملية التداول رغم نزيف الخسائر المستمر لأموالهم؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة سنحاول أن نجاوب عن جزء منه في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة بإذن الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. وقبل معرفة جزء من إجابة هذا السؤال، أزيدك من الشعر بيتا: أن هناك كثير من المتداولين الخاسرين من الممكن بعد خسارتهم كل أموالهم تجدهم يلجؤون إلى السلف والدين، وأحيانا عمل قروض من البنوك من أجل الاستمرار في هذا المجال. ولا أخفيكم سرا أن هناك أناس بعد دخولهم هذا المجال يصبح بالنسبة لهم إدمان، ولا يستطيعون ببساطة وبسهولة الخروج منه. بعد رصد هذا الوضع المؤلم، وجد أن هناك عدة أسباب وراء هذا التصرف الغير منضبط من الناحية النفسية والسلوكية. ومن هذه الأسباب على سبيل المثال للحصر: محاولة المتداول أن يجرب حظه مرة أخرى ثانية وثالثة وأحيانا مرة عشرة، على أمل أن يعوض ما خسره في جولاته السابقة. أما الدافع لذلك هو كثرة المحفزات على ذلك، حيث أنه يرى كثير من الإعلانات البراقة كما تكلمنا فيما سبق، حيث يرى من خلال الإعلانات على اليوتيوب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، يرى الكثير من المتداولين يحققون نتائج جيدة والتي تثمر بالتالي على نسبة أرباح عالية، فيتمنى أن يكون مثلهم، وهو لا يعرف أن هؤلاء هم قدام المتداولين والذين مروا بتجارب أيضا مريرة وقاسية وأليمة من الفشل والخسارة حتى وصلوا إلى هذه المرحلة من النجاح. أيضا لا يعرف المتداول الخاسر وخاصة المبتدئ منهم أن هؤلاء الذين يربحون بنسبة عالية تفوق نسبة خسارتهم اتبعوا الأسلوب العلمي في التداول. فإن لم تتبع الأسلوب العلمي في التداول أصبح التداول مقامرة وليست متاجرة. وأقصد هنا الأسلوب العلمي هو معرفتهم الجيدة بحالة السوق ودراسته ودراسة التحليل الفني وغيره من التحليلات الأخرى. هؤلاء الناجحون والذين لا يتعدون نسبة 5% قد اتبعوا كما قلنا الأسلوب العلمي. ولكن يبقى السؤال: ما هي أساسيات ومقومات الأسلوب العلمي؟ الأسلوب العلمي في أي مجال من مجالات الحياة سواء العملية أو النظرية يتكون من 3 قواعد أساسية. إذا واجهتك مشكلة في الحياة وأردت أن تحل هذه المشكلة بطريقة عملية علمية، فيجب أن تتبع 3 خطوات. الأولى فرض الفروض، بمعنى أنك تفرض لهذه المشكلة حل أو 2 أو 3 أو أكثر في ضوء الإمكانيات المتاحة لك. ثانيا اختبار صحة الفروض، بمعنى أن هذه الفروض تعمل لها نوع من الاختبار، هل هذا الحل يصلح لهذه المشكلة أم لا، وما هي العواقب إذا حلت المشكلة بهذه الطريقة، وهل هذا الحل مناسب أم لا، إلى آخره من هذه الاختبارات والمناقشات التي تجريها داخل عقلك.
الخطوة الثالثة من خطوات الأسلوب العلمي هو اختيار الفرد المناسب لحل هذه المشكلة من بين هذه الفروض التي أنت افترضتها للحل. باختصار، الأسلوب العلمي يتكون من 3 كلمات: فرض، اختبار، اختيار. الفرض بمعنى فرض الفروض، الاختبار اختبار صحة الفروض، الاختيار اختيار الفرض المناسب، وهكذا في التداول. أنت تتعامل مع الصفقة على أنها مشكلة يجب حلها حسب تحليلك الفني والزمني والمكاني وسائر التحليلات الأخرى. المتداول الناجح يفترض أن السعر سوف يهبط أو سوف ينزل أو سوف يستمر في اتجاه عرضي إلى آخر ذلك من الاتجاهات السعرية المعروفة، وبناء على افتراضاته يختار عدة فروض لاتجاه الأسعار، ثم بعد ذلك يختبر هذه الفروض بناء على تحليله للسوق والاتجاه العام والخاص والدعوم والمقاومات، ثم بعد ذلك يختار الفرض المناسب ويتوكل على الله سواء بالبيع أو بالشراء. هؤلاء هم الناجحون نسبة 5% الذين يتبعون الأسلوب العلمي في التداول. وبذلك يتضح أن التداول متاجرة وليست مقامرة. هذه هي عقلية المتداول الناجح، أو بمعنى آخر المتداولون الذين يحققون الربح بنسبة 5%. كما أن نسبة الرابحين التي لا تتعدى 5%، بجانب التزامهم بالأسلوب العلمي في التداول أيضا يلتزمون بإدارة مالية صحيحة، أيضا يلتزمون بجانب نفسي وسيكولوجي عاطفي منضبط ليس فيه طمع، مع ضبط النفس أثناء التداول. اتباع الأسلوب العلمي والالتزام بإدارة مالية صحيحة مع عدم الطمع وضبط النفس أثناء التداول، اللي احنا بنقول عليه بالبلدي القناعة كنز لا يفنى. تعامل مع السوق على إنه مش بتاعك لوحدك، حققت التارجت بتاعك اخرج وقول الحمد لله. اوعى الطمع يتمكن منك ويخليك ما تلتزمش بالإدارة المالية اللي انت حطيتها لنفسك، لأنك لو انجرفت في هذه السكة هتلاقي في النهاية نفسك بتخسر كل أموالك. ولك في المتداولين الناجحين الذين يتبعون الأسلوب العلمي مثل أعلى: أعرف شركة تداول كبرى، سمعت المتحدث الرسمي باسم هذه الشركة في أحد الفيديوهات يقول إن تارجت الشركة في كل عام هو 50% من رأس مالها. بمجرد تحقيق هذا التارجت نتوقف عن التداول تماما، حتى لو تم تحقيق هذا التارجت في 6 أشهر فقط، باقي السنة لا نتداول ونكتفي بما حققناه من مكاسب ونبدأ في وضع خطة العام القادم. كما أن منصات التداول لن ولم تسمح لك بأن تحقق نسبة أرباح أعلى من ذلك، لأن السوق مش بتاعك لوحدك كما قلنا، ولن يسمح لك أحد حتى لو كنت مين بأن تمتلك السوق أو تبتلع السوق لوحدك. اتعلم من نسبة 5% الرابحون إزاي تطبق هذا الأسلوب العلمي من خلال الكلمات 3: فرض، اختبار، اختيار. الفرض من خلال تحليلات فنية وزمنية ومكانية، والاختيار من خلال المؤشرات بكافة أنواعها والدعوم والمقاومات، والاختيار اختار الزمن المناسب والوقت المناسب لدخول الصفقة والخروج منها، مع الالتزام بضبط النفس والإدارة المالية الصحيحة. وللموضوع بقية سنناقشها في المحاضرات القادمة إن شاء الله. لكم خالص تحياتي، وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير
تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي